بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الفيديو ده هو الفيديو رقم 2 من كتاب A1 Treasure. الأسئلة دي كلها بصراحة فيها أفكار محترمة، وبناء عليه عايزك تركز كده كشكلك الجميل معاك وتسجل ورايا. هنبدأ إن شاء الله من صفحة 16. إحنا حلينا المرة اللي فاتت الأسئلة في ال 15 صفحة الأولانيين، كان فيديو محترم. أتمنى الفيديو ده كمان يكون مفيد بالنسبة لك. يا ريت قبل ما تبدأ الفيديو كده تعمل لايك للفيديو، علشان انا لو لقيت اقبال على الكتاب ده انا ممكن احله على قناه اليوتيوب. طبعا ما عنديش اي مشكله، عشان الناس بتبعت لي رسائل على التليجرام يا مستر حلو على اليوتيوب، انا بحل على اليوتيوب اصلا الناس ما بتسمعوش، فده معناها ان اصلا معظم الناس مش معاها كتاب. فلو كان ناس بتسمع فهنحله ان شاء الله ونكمله على اليوتيوب، نعمله جدول وننزله. ده لو لقينا اقبال على الكتاب، ما فيش اقبال فخلاص هو بقى شغال محتوى خاص زي ما هو. اول سؤال بيقول لي she is not don't ever trust her، يعني بيقول لك هي ايه، عمرك ما تثق فيها. عايزين بس الاول نفصل الكلمات الاربعه دول عشان احنا للاسف بنعجنهم. عايزك تعرف كده زي الشاطر الاتي، اولا ما تلخبطش الكلمات في بعضها. cheat ده verb بمعنى يغش، الناون منها اسمه a cheat، لازم الا تكون موجوده، او a cheater اللي هو برضو معناها غشاش، ده ناون اسم معدود بمعنى غشاش. a موجوده قبلها يبقى ده اسم معدود. طب تشيتنج، تشيتنج دي ده برضه ناون بس ده اسم غير معدود، ده معناه الغش نفسه. طيب ارجع كده للجمله، الراجل بيقول لك شي از نوت دونت ايفر تراست هير، يبقى هي غشاشه، غشاشه يعني ايه تشيت، فين ايه تشيت، يبقى رقم سي. طيب امال ايه تشيت، تشيت يعني غشه، تشات اللي هو الدردشه يعني، وتشيت دي فيرب بمعنى غش. كيدز هاف اولويز فاوند ويز اوف نوت ان سكول اكزامز. قبل ما احل الجمله دي عايزك تعرف ان في حاجه اسمها واي، ممكن نجيب بعدها تو، والمصدر ممكن نجيب اوف وبعدين الفعل مضاف له اي ان جي، او ممكن اسم. على سبيل المثال اقول لك away of cheating، او away of piracy عادي، او away to cheat الفعل في المصدر. فانا قدامي هنا حضرتك اوف، انا عايز الفعل مضاف له اي ان جي، يبقى cheating. This camera can take not pictures، الكاميرا دي ممكن تلتقط صورا، ايه اكيد صورا رقميه ديجيتال. هنا بقى في ملحوظه عايزك تعرفها، كلمه number، نمبر ده رقم، زي ما اقول لك مثلا رقم 0 10 20 واكتب لك كتير كده، ده اسمه نمبر. كل واحده من دول اسمها ديجيت، فالديجيت دي معناها وحده رقميه. فالرقم بتاعك في التليفون رقم البطاقه مثلا 14 رقم، هو ال 14 دول على بعضهم كده بنسميهم نمبر، لكن كل واحد في ال 14 دول بنسميه ديجيت، ومنها كلمه ديجيتال اللي هو رقمي. فبنقول بقى ديجيتال كاميرا يعني كاميرا رقميه، ديجيتال بيكتشر يعني صوره رقميه، وانت عارف ان ديجيتال هي عباره عن ادجكتيف. طيب رقم 4 with the expansion، expansion جاي من كلمه expand يتمدد، of the internet مع انتشار او تمدد الانترنت في العالم كله، not has grown more widespread، اصبحت اكثر انتشارا. مين اللي انتشر بسبب انتشار الانترنت؟ اكيد القرصنه اللي هي اسمها بايراسي. ودي برضو يا صديقي عايزك تعرف الملحوظتين دول عشان ما تفضلش تحتار طول اليوم. عايزك تعرف ان كلمه بايرت اللي هي كده ده فيرب بمعنى يقرصن، انت اكيد مذاكر فبتراجع معايا. طيب كلمة بايرت دي معناها القرصان نفسه اللي بيسرق. طيب باي راسي دي ناون برضو بمعنى القرصنة نفسها. عايزك تعرف كده زي الشاطر ان كلمة بايرت بايرت قرصان دي ناون، وان بايرسي ناون برضو، بس دي اسم معدود لكن دي ما ينفعش نجيب قبلها طب امال ايه بايرتد؟ بايرتد دي ممكن يكون معناها قرصنة، وممكن تستخدم كأدجكتيف بمعنى مقرصن. يعني ايه مقرصن؟ يعني مسروق. فاحنا بنقول a pirated copy of the book، يعني نسخته مقرصنته من الكتاب. طيب رقم 5 بقى، الجملة رقم 5 internet a have stolen a lot of movies lately، الانترنت ايه سرقوا الكثير من، او تم يعني سرقت الكثير من الافلام. بص يا باشا انت قلت لي هنا هاف، حلو. طب انت عارف بايرسي القرصنه الالكترونيه دي مفرد، طيب بايرتد معناها مقرصن يعني مسروق، طب بايرتس القراصنه، فانت بتقول انترنت بايرسي بايرتس اللي هم قراصنه الانترنت، حتى هي جمع فعشان كده خدنا هاف. طيب it was really not to hear about the death. قبل ما حل عايزك تعرف احنا بنعمل ايه وليه، عايزك تبقى واد كده فت. عايزك تعرف ان كلمه شك لوحدها كده ده فيرب بمعنى يصدم، امال الصدمه نفسها الناون اسمها شك، الادي لازم تبقى موجوده قبلها. طيب امال ايه كلمه شوكينج؟ شوكينج دي الادجكتيف يا فندم، الادجكتيف اللي هي الصفه اللي معناها صادم. طب احنا ساعات بنلاقيها مكتوبه شوكينج لي، دي برضو ادفرب يعني ظرف بمعنى بشكل
بشكل صادم. طيب انا عايز ارجع تاني كده شويه، انت بتقول لي انا it was لقد كانت ايه حقا to hear كذا، it was really shocking اللي رقم بي، ركز معايا it was really shocking. وعلى فكره كانت ممكن تقول it was really a shock او it was a real shock. طيب the customer service، يبقى كده خدنا shocking. The customer service was not bad and this ruined of our weekend. خدمة العملاء كانت ايه سيئة، خد بالك سيئة دي صفة، والصفة عايز قبلها ظرف دايما، يعني كانت shockingly bad يعني كانت سيئة بشكل صادم، عشان كده ضيعنا الأجازة. الجملة اللي بعد كده رقم 8، منى was deeply not by her grandmother's death. منى كانت مصدومة بوفاة أمها، استرجم هتلاقي الدنيا محلولة، مصدوم يعني شوكد اللي رقم دي. طب just like people dogs زي البني آدمين بالظبط، الكلاب can get a from time to time. قبل ما أحل تعالى أما أقول لك عشان إحنا بنراجع، أكيد أنت نفسك طويل يعني وما تزهقش. بص معايا، عايزك تعرف إن كلمة stress ده noun معناه إيه؟ التوتر، زي كلمة برضو pressure اللي هي معناها برضو اللي هي النون يعني اللي معناها التوتر او الضغط. حلو، بس بنستخدم كلمة بريشر دي بمعنى الضغط النفسي او ضغط الهواء او ضغط الدم عادي جدا، فاقول لك اير بريشر بلاد بريشر، لكن ما ينفعش اقول اير ستريس. طيب امال ايه ستريست؟ ستريس دي عبارة عن adjective بمعنى مضغوط، من الاخر كده بينك وبين نفسك هتحفظها بمعنى قرفان من حاجة معينة. طيب امال ايه ستريس فول؟ stressful دي adjective برضو بمعنى مسبب للضغط، حاجة كده بمعنى مقرف، فأقول لك الشغلانة اللي أنا بشتغلها دي شغلانة stressful يعني مسببة للضغط مقرفة، أنا لما بشتغل بكون stressed يعني قرفان مضغوط. تمام، طب الشغلانة دي بتسبب لك إيه؟ التوتر الضغط القرف اللي هو اسمه stress. طيب ارجع كده لجملتك اللطيفة وحل معايا، أنت بتقول في الجملة دي بقول لك ان مثل البني ادمين بالظبط الكلاب دي ممكن تصبح متوترة، متوتر يعني ستريس اللي هي رقم بي، غير كده انك انت عارف اصلا ان جيت طبيعي هيكون بعدها صفة سواء جيت او فيل او هكذا يعني. طب tiredness is one of the most common symptoms، symptoms يعني اعراض، واحفظ عشان القطعة، التعب والارهاق واحد من اكثر الاعراض الشائعة لمرض التوتر اللي هو اسمه ستريس الاولى. خد بالك ستريس ما ينفعش نستخدم قبلها آه لانه اسم لا يعد. teaching is very tiring and الشغلانة تدريس دي شغلانة متعبة ومقرفة. مقرف يعني ايه؟ ارجع كده هاتها من هنا، ادي اهي مقرف، مقرف ادي مقرف، مقرف يعني stressful، فتروح انت خابط كلمة stressful من الاختيارات يبقى انت حليت السؤال صح. الصفحة اللي بعد كده بيقول لك فيها having not to a good education during childhood can، childhood اللي هي الطفولة، can make a real difference. خد بالك make difference يعني يحدث تغيرا in your life في حياتك. عايزك تعرف ان في مصطلح اسمه have access to اللي هو يمكنه الحصول على او يمكنه الاستخدام او يمكنه الوصول الى، ف having access to معناها امكانية الحصول على التعليم الجيد بيعمل كذا. في هنا حتة خلبوس عايزك تاخد بالك منها عشان هي في الغالب ما بتبقاش مذكورة في الكتب، ايه هي؟ كلمة education اللي هو التعليم، كلمة knowledge اللي هي المعرفة، الكلمتين دول اسماء لا تعد، ولكن لو جبنا education لو جبناهم سواء education او knowledge ايهما يعني وجبنا قبلهم صفة قال لك لازم نستخدم هنا او ان، فعشان كده لو انت عايز تقول تعليم جيد هتقول good education. الطبيعي ان education زي ما انت قلت لي كده فوق هو اسم ايه؟ اسم لا يعد، فالطبيعي ان ما ينفعش استخدم او ان، بل قال لك بقى لا مع education و knowledge مع الاسماء دي لو جبنا صفة وبعدها اسم ناخد او ان خلاص، فاقول لك a good education a free education a wide knowledge. يعني ايه wide knowledge؟ يعني معرفة واسعة. طيب ارجع بقى لجملتك رقم 2، بقول لك a healthy diet can help improve، help والمصدر او help to والمصدر، كان ممكن نقول help to improve your mood and make you not less anxious وتجعلك تشعر بقلق او توتر اقل. جيت، ما هو انت عارف ان انكش صفه والصفه بيجي قبلها جيت دايما. You should not the facts before you write this article. article دي معناها مقال ومعناها سلعه ومعناها اداه اللي هي او ان وذا. المهم انت المفروض تعمل ايه في الحقائق قبل ما تكتب المقال؟ المفروض تتاكد من صحتها، هيبقى تشيك. الجمله رقم 4 بيقول لك we all not responsibility to preserve the environment. عند responsibility لازم نقف عشان هي كلمة مهمة، عايزك تركز على الآتي، انك ممكن تقول have، ممكن تقول take،
ممكن تقول كمان shoulder. shoulder التلاتة معناهم يتحمل. responsibility معناها كلهم كده معناهم يتحمل المسؤولية. ركز في الكلام ده كويس. طب أنا هدور في اختيارات على واحدة من التلاتة، have أو have أو shoulder أو take. مفيش غير have، خلاص يبقى الإجابة. طيب بعد كده we should make not effort to achieve our goals. عندي قبل ما أحل الجملة دي عايز تعرف إن many عايزة بعدها اسم جمع، وأنا قدامي effort مفرد. طب every و whole و entire دول عايزك تفهمهم. أنت بتقول every وبتقول each وبتجيب بعدهم اسم مفرد من غير فاصل. عايزك تبدي كده بس ايه بقلم احمر عشانها مهمة، بدون فاصل. يعني ايه بدون فاصل؟ انت بتقول every student يعني كل طالب، اوعى تقول every a student. لو انت قلت لي every a student مثلا كده باظت. ليه اللي بوظها؟ الال موجودة دي، ده رقم واحد. الحاجة التانية بقى الاهم من ده كله ان each زيها طبعا، ده رقم واحد. رقم اتنين بنقول the whole ونجيب بعدها اسم، او بنقول ذا ان تاير ونجيب برضو بعدها اسم. طيب يعني ايه؟ طيب ده معناها برضو كل او جل. على سبيل المثال انا ممكن اقول لك اليوم كله، فاقول لك ذا هول دي عادي. دي بتساوي اول ونجيب بعدها ذا دي. لاحظ ان اول بنجيب بعدها فاصل عادي، لكن افري وايتش ما نجيبش بعدهم فاصل. فانا جيت هنا عندي هول المفروض تبقى ذا هول والاسم. طب وذا انتاير والاسم، يبقى انت كده تاخد لي افري. It is illegal to copy artistic A without permission. من الغير قانوني انك تنسخ الايه الفنية من غير ما يكون معاك اذن. اكيد الكونتنت المحتوى الفني. سيليا is the not editor of the time magazine. سيليا شغالة المدير مدير التحرير يعني، اللي بيسموها managing editor. ده منصب اسمه managing editor يعني رئيس تحرير. طيب people who not crimes end up in jail. الناس اللي بتسجل كل ملحوظه بنقولها هتستفيد. الكلام ده كله احنا قلناه في فيديوهات كتاب المعاصر والله. عايزك تعرف انك بتقول commit او بتقول do والاثنين بيجي بعدهم a crime. commit a crime او do a crime معناهم يرتكبوا جريمه. حلو، ارجع كده تاني في رقم 8. people who not crimes قلنا بقى ايه؟ commit crimes او كان ممكن نقول do crimes. sitting down also gave me a good opportunity to not my breath back. انت حافظ المصطلح اسمه get my breath back، وده معناها to breathe again normally، انك تتنفس تاني بشكل طبيعي. I not asleep sometimes after that and had some very disturbed dreams. طيب تعالى بقى كده، عايزك تعرف ان في حاجة اسمها fall asleep. حلو، الماضي من فول فول فيل، والتصريف الثالث منه فولن. انا قدامي في الجمله بما انها ماضي فهو جايب لي فيل اللي هي رقم سي. احنا كده خلصنا العشر جمل دول. طيب وخلصنا قبلهم كام؟ 11، يعني كده 21 جمله. لو انت بقى ما تابعتش القناه تابع القناه واعمل لايك زي الشطور كده عشان نكمل مع بعض. ويا ريت يا شباب اللي يسمع فيديو يشيره بحيث ان انا الاقي اقبال على الفيديوهات كده، والمجهود اللي ببذله يكون لستين لازمه يعني. فنكمل مع بعض. I was waiting with bated breath. خد بالك breath اللي هي النفس، اصلك بالعربي تقولها يعني بالعامية انا نفسي كان مقطوع من الموضوع ده. قلت لك قبل كده لما يقول لك wait with bated breath معناها ان في حالتين عندك، انك انت nervous. يعني ايه nervous؟ انك متوتر وفي نفس الوقت برضو متحمس تعرف، يعني excited. وقلت لك ان الكلام ده زي يوم النتيجة، انت بتوتر وعمال ترتجف بس انت متحمس عايز تعرف انت جبت كام. قلنا برضو في الشرح اللي قلناه قبل كده انك لما تقول wait with bated breath، نكتب صفحة جديدة، لما نقول wait with bated breath دي معناها to wait، انك تنتظر. بص بقى على اللقطة دي، ما هو انت معناها انك انت منتظر impatiently. بس خد بالك من ملحوظة، انا قلت لك هنا with bated breath لكن هنا wait impatiently. اوعى تقول with هنا في المصطلح التاني ده. طيب رقم 12. I detected several files from my computer. خب deleted دي بقى files اللي هي ملفات، وطبعا files معناها المبرد، فايل مبرد يعني. باي ايه بقى؟ قبل ما احل عايزك تفتكر معايا ان احنا قلنا باي accident اللي معناها بالصدفة، بتساوي كلمة accidentally، بتساوي كمان unintentionally. كل الكلمات دي كده معناها بالصدفة،
وكمان معاهم باي تشانس، وكمان معاهم باي لك. كل الكلمات دي كده معناها مصادفة أو بالصدفة. طب عكسهم إيه بقى؟ عكسهم on purpose. يعني on purpose يعني متعمدا أو عمدا. وعكسهم كمان برضو كلمة intentionally، الاتنين دول معناهم عمدا أو متعمدا. ارجع كده، الراجل قال لك باي يبقى باي accident أو باي لك وهكذا. طيب the tourist not many photographs، يلتقط صورة اسمها take photograph، لكن draw و paint دول بيجوا مع مع picture بمعنى يرسم صورة. publishers not a lot of money from books، موضوع money ده محتاج مننا وقفة صغيرة كده عشان أنهي لك الجدل. اسمع مني، احنا ممكن نقول gain money. ازاي gain money يا مستر؟ هقول لك انا. ممكن كمان نقول earn money، ممكن كمان نقول win money، وممكن نقول make money. ازاي بقى ده كله كده؟ ركز لي كده، الله يبارك لك. ممكن نقول gain money معناها يكسب مال بدون تعب، يحصل على مال بدون تعب، زي ما بالظبط بيحصل في الميراث. انت بتورث لك 2 3 مليون ما اشتغلتش ولا تعبت فيهم، فبقول بقى gain money. طب earn money يعني يكسب مال مقابل العمل. راجل شغال مدرس بياخد مرتب 1500 جنيه، فهو كده earns money. طب win money دي معناها يكسب مال كجائزة، وانت ماشي في الشارع واحد قبلك سألك سؤال جاوبته خدت لك 1000 جنيه، انت كده تقول I won money. طب make money يعني يكسب مال من مشروع واستثمار وهكذا. طب فنرجع بقى تاني، احنا قلنا بقى مع money عايزين دو، لأ win تنفع لو مسابقة، gain تنفع لو كسب من غير عمل، لكن الراجل قال لك من الكتب يعني طلع عينه عشان يعمل كده، ده مشروع يبقى ميك. بعد كده رقم 15 book piracy للقرصنة الإلكترونية. publishers millions of dollars every year، عايزك تفهم ان millions لو ما فيش اس كان ما بقاش في اوف، يعني احنا جبنا هنا millions الكلمات التمييز اللي هي million billion وكمان عندك thousand و hundred، ما ينفعش نجمعها الا لو بعدها اوف. طيب الكتب القرصنة الإلكترونية دي بتكلف الناشرين ملايين الدولارات كل يوم. This huge ship، السفينة العملاقة، more than 180 tons، السفينة العملاقة دي إيه؟ أكتر من 180 طن. طبعا سيل يعني يبحر، سينك يعني يغرق، باقي معايا كاري يعني تحمل، وويز يعني يزن. طب ما أنا ممكن أقول لك السفينة بتحمل والسفينة بتزن 180 طن. أه ما هو الفكرة حضرتك إن السفينة دي مفرد، فالمفروض كنا قلنا كاريز عشان نختار الاختيار ده، وبناء عليه ويز اللي صح. واحد لخبط الدنيا في بعضها، في واي وفي ويت. ويت دي ناون بمعنى الوزن، لكن ويز يعني يزن. طيب حتى انت في صفات المقارنه لو انت فاكر كنا بنقول از هيفي، از دي بتساوي ذا سيم ويت، يعني نفس الايه الوزن. ارجع بقى تاني، my manager thanked me for not my job properly، المدير بتاعي شكرني على أدائي لوظيفتي بشكل مناسب بشكل صحيح. خد بالك انت ممكن تقول properly وممكن تقول in a proper way، المهم يقوم بوظيفة اسمها do a job، يبقى هنا doing my job. طب it is known that، انه من المعروف ان not a transport is cheap to use، من المعروف ان المواصلات العامة رخيصة في الاستخدام. في ملحوظة هنا عايزك تعرفها، ان كل الحاجات اللي الحكومة بتعملها بنسميها public، فانت يا باشا بتقول public، بنقول public library يعني مكتبة عامة، وبنقول public station يعني محطة قطارات وحاجات كده عامة مش خاصة يعني، وبنقول public service الخدمة العامة، وبنقول public school مدرسة عامة حكومية يعني، فpublic مع الحاجات دي دايما. طيب فهنا بقى الراجل قال لك ايه، it's known that not transport يبقى public transport. طيب the windows lit in a lot of natural light، بقول لك الشبابيك بتدخل ضوء طبيعي، light يعني ضوء، ولو صفة يبقى معناها خفيف. which in turn والتي بدورها جعلت الغرفة دافئة. the ship sank، السفينة غرقت، وعملت ايه في المدخل؟ اكيد اغلقت او اعاقت، يبقى blocked. بلوك يعني يغلق، اوعى تنسى ان كلمة بلوك كناون معناها عمارة. طيب you should set along a، خد بالك في هنا شرطة كده، plan to help you reach your objectives. objectives معناها الاهداف، وفي هنا ملحوظة عايزك تعرفها بما ان احنا خدنا بقى متحيز وموضوع وكده، عايزك تعرف ان كلمة objective دي معناها هدف اولا، ورقم اتنين كصفة معناها موضوعي. لما تقول my the objective of this meeting،
خد بالك، هي هدف بمعنى هدف قصير. يعني ايه هدف قصير؟ النهارده في ميتنج، حلو، الهدف من الاجتماع ده ان احنا نحل مشكله بين معرفش مين ومين كده، يبقى ده اسمه اوبجكتيف. لكن انت عايز تبقى مهندس، طبعا ده مش هيبقى فيه مليله، فعشان كده هتقول ماي جول. يبقى اوبجكتيف معناه هدف قصير الامد، يعني هدف بيتحقق في فتره معينه. اقول لك مثلا حصه النهارده دي هدفنا منها انك تتعلم ازاي تستخدم البريزنت سامبل، فده بقى نقول عليها الاوبجكتيف. طيب واقول لك اولويز بي اوبجكتيف، دايما كن موضوعيا. المهم مش موضوع الجمله خالص الحوار ده. يو شود سيت along a بلان تو هيلب يو ريتش يور اوبجكتيفز. انت المفروض تعمل خطط بعيده الامد، طويله الامد، يبقى تيرم. طب ليه ما ناخدش تيرمز يا مستر؟ مش موضوع الايه، يعني مش عايز تاخدها دايما بحكم الايه. الفكره ما فيها ان الشرطه دي خلت لونج تيرم على بعضها كده صفه مركبه للبلان، والصفات في الانجليزيه لا تجمع، فما ينفعش نجمع دي. In 1969 humans achieved the not goal of actually landing on the moon. بيقول لك في 1969 الانسان البشر يعني حقق الهدف الذي طال انتظاره، اللي هو اسمه لونج اويتد رقم دي. في هنا حته عايز تعرفها برضو، ان احنا بنقول ويت نجيب بعدها حرف الجر فور، لكن احنا بنقول اويت من غير حرف جر، خد بالك. طيب last month 3 there was a not sandstorm that caused low visibility. بيقول لك ان الشهر اللي فات كان فيه ريكورد ساند ستورم. معناها ايه بقى؟ معناها تم تسجيل حصيفه الرمليه. لما تقول ريكورد ايرثكويك يعني ايرث زلزال ضخم تم تسجيله يعني. طيب او ممكن تقول زلزال كبير، فعشان كده بنسميه ريكورد يعني. Some researchers believe that COVID-19 not impact the brain. بص معايا، في مصطلح كده عايزك تعرفه اللي هو اسمه is likely، وطبعا مش لازم is يعني is likely to، دي معناها ساعات بنترجمها عرضة لي او محتمل، زي كلمة probably. لما اقول لك youth، بص الجملة دي كده، لما تقول لي في جملة مثلا youth are likely to مثلا مثلا be addicted، يعني ايه؟ بقول لك ان الشباب هم عرضة لي ان يكونوا مدمنين. فخد بالك انت هنا ممكن تقولها الشباب اكثر عرضة او اكثر احتمالا ان يكونوا مدمنين. طيب فهنا بقى بقول لك ان بعض الباحثين بيؤمنوا ان الكوفيد 19 is likely to، من المحتمل ان تؤثر على المخ او اكثر عرضة للتأثير على المخ. My dad left a small knot of money to my little sister. بص كلمة lots of يعني كثير من، number رقم، some يعني بعض، لكن some معناها حسبة مبلغ، ومعناها مسألة حسابية مبلغ من المال. باد كومباني هنا بقى في ملحوظة كده كنا قلناها واحنا بنحل في المعاصر، برضو عايزك تفتكرها. عايزك تعرف ان كلمة كومباني يعني ايه كومباني. لو سألتك هتقول لي شركة، هقول لك لا، شركة اسمها كومباني، دي اللي معناها شركة وجمعها كومبانيز. لكن كومباني بس لوحدها من غير او ان دي معناها الصحبة، فعشان كده اقول لك never mix with not. يا ترى bad company ولا bad company؟ في الحالة دي هنقول bad company، لأن بيقول لك لا تختلط بالصحبة الفاسدة. طيب ارجع بقى كده على الجملة اللي بعدها. بيقول لك bad company اللي هي الصحبة السيئة، خد بالك ما قالش يعني خد بالك ركز معايا. طب طبيعي انك لما يكون في صفة وبعدها اسم الطبيعي ان احنا نقول ما ينفعش نقول هنا ان دي صحبة. A negative impact، الصحبة السيئة لها تأثير سيء، يبقى has. The bad student، الطالب السيء، a corporal punishment، عقوبة جسدية، لأنه هو لم يؤدي واجبه يبقى تلقى عقوبة، يبقى received. All of us should، خد بالك all of us دي ممكن نحط مكانها we all، should not up to date، طبعا keep up to date ممكن تبقى برضو stay، ممكن تبقى كمان remain اللي معناهم كلهم يبقى أو يظل، أحلى محدثا لنفسه يعني، محدثا يعني حديثا يعني. طيب بعد كده الراجل بيقول لك never get close to، close to طبعا يعني يقترب من، never get close to يعني لا تكون قريبا من. The story appeared the internet، القصة ظهرت على الانترنت، on the internet، كل وسائل الترفيه باخد معها on، on mobile، on internet كده يعني. The next meeting is due to انا قلتها من غير ما اكمل، due to المصدر، يبقى due to hold يعني وشكل ان تعقد يعني، due to be held يعني على وشك ان تعقد. وعند due to انا عايزك تفتكر معايا ان احنا قلنا قبل كده due to دي بتحتمل معنيين، معناها بسبب، وفي الحاله دي هتساوي كلمه because of، وهتساوي owing to، معناها برضو على وشك
اللي هتساوي كلمة about to. My father is about to come. My father is due to come. تمام؟ طب due to hard work أو because of hard work. طيب ارجع هنا كده، فأنت بتقول due to المصدر، ولو مجهول تبقى due to be past participle. هاجر read the same story several times. لا several sites. يعني هي قراءتها على مواقع مختلفة، يبقى on the internet و on a website. لكن على فكرة لو أنت قلت لي بقى several times اللي أنا قلتها غلط دلوقتي دي، المفروض تقول for several times، لمرات متعددة. محمد صلاح shares some of his photos social media، بيشير على السوشيال ميديا، يبقى هتقول لي on برضه. كل بقى خد بالك كل وسائل الترفيه مع on. We need to put safeguards place. Put something in place يعني يضع شيئا في المكان الصحيح. Celia is reading a book ancient Egyptian history. سيليا بتقرأ كتاب عن، يقرأ كتاب عن، يبقى read about a book about يعني، أو read a book on. أنا في الاختيارات قدامي about، وعلى فكرة ينفع on. My favorite writer published a new book space technology. نشر كتاب عن الفضاء أو تكنولوجيا الفضاء، فأنا ممكن أقول on، وبرضه كان ممكن أقول about، نفس الفكرة. سجدة was shocked the change which had taken place. سجدة كانت مصدومة بي، to be shocked at و shocked by. أنا قدامي at في الاختيارات، الكلام ده ما فيهوش توضيح، الكلام ده عايز يتحفظ. They listened not bated طبعا with bated breath، الموضوع خلصان. The death penalty is punishment not crimes. punishment العقوبة بتاعة الجرائم، كلمة بتاعة دي for أو عقوبة لي، يبقى punishment for يبقى عقوبة لي. ممكن أقول لك a punishment for theft، عقوبة للسرقة، وهكذا يعني. طيب جزء كمان. I got a bad headache، جالي صداع خطير سيء يعني. وعلى فكرة بدل bad ممكن نقول كلمة severe اللي معناها شديد برضو. that reason لهذا السبب اسمها for that reason، اسمها for that reason يعني لهذا السبب. The new storage system is one of the largest not this type worldwide. بص انت بتقول لي ان نظام التخزين الحديث ده او الجديد هو واحد من اضخم الانظمة بتاعة التخزين في العالم، يبقى one of the largest ايه this type من هذا النوع، يبقى انت بتقول of this type. انت اصلا بتقول a type of عموما يعني، انت بتقول a kind of او a type of a form of، فهنا برضو of this type. Mr. Jamal worked not the firm for 20 years now he is retired. بقولك المستر جمال اشتغل في الشركة. عند work دي عايزين نرجع كده ونجيب الصفحة الفاضية اللي كنا بنكتب فيها ملاحظات، ماشي نيجي واحدة غيرها مش مشكلة. ركز معايا كده، لو انت قلت لي work on دي معناها يعمل على او يحسن، وبالمناسبة معناها برضو يحاول اقناع. We worked on my father to let us go، حاولنا اقناع ابينا ان يتركنا نذهب. او اقول لك your handwriting is bad، خطك زي الزفت. work on it يعني حسنه، اشتغل عليه شوية. الحاجة التانية لما نقول work for دي معناها يعمل لدى شركة او يعمل عند يعني او لدى شخص. انا شغال عند واحد اسمه مستر علي، يبقى I work for مستر علي. انا شغال في شركة اسمها شركة الامل، يبقى work for امل company. طيب امال ايه work with؟ work with دي بنجيب بعدها صديق العمل، معناها يعمل مع زميله في العمل. انا وانت بنروح الشغل الصبح، يبقى I work with you. طيب المهم work not the firm، شغال في الشركة، يبقى work for the firm. thousands of، خد بالك ال of هي اللي خلت الاس دي بقى موجودة. thousands of ships زي ما قلنا. pass not the Suez canal every month، بقول لك الالاف السفن بتمر بتعدي من يعني، اسمها باث ثرو. باث ثرو يعني يمر امام، او على فكره ممكن نقول باث اكروس. ذا تروبس لونشد ذا اتاك، اللي هو المجموعات المسلحه دي يعني اطلقت الهجوم. ذا ميدل اوف ذا نايت، بص بقى يا سيدي عايزك تركز في الجمله ال 15 دي عشان فيها هي واللي جاي في مشكله. احنا بنقول ات نايت حلو تمام، لكن في الميدل ان ذا ميدل اون ذا رايت اون ذا ليفت تمام. فهنا بقى هنختار مين؟ هنختار ان عشان خاطر مين؟ عشان ان ذا ميدل اوف. طب لو هو شال ده كله كده كده كله وجايب لك نايت بس، مع نايت لوحدها هتقول ات نايت. طيب طب عايز اقول لك في ليله المشكله هقول لك اون ذا نايت اوف. بص ركز معايا اكتبها لك. احنا بنقول ايه؟ بنقول ات نايت حلو، ده موضوع خلصان واحنا عارفينه. بنقول ان ذا ميدل اوف ذا نايت، احفظهم عشان تخلص. وبنقول اون ذا نايت
اوف ونجيب بعدها حدث. On the night of the match، ليلة الماتش. On the night of the accident، ليلة الحادثة. وهكذا. تعال نحله، لو ظهر قدامنا حاجة تانية نقولها. فهنا بقى اقول لك I met Raghab، ولا هو رغدة؟ لا ده رغد، كبرنا في السن. I met Raghad not accident، انا قابلت رغد بالصدفة. يبقى نقول ايه؟ by accident، زي ما انت عارف by accident، by luck، unintentionally. خد بالك انت بتقول by accident وby luck، ما تروحش قايل by unintentionally، ده كده اسمه عجب. طيب رقم 18 بيقول لك the writer left out. left out يعني حذف، يعني بما انه حذف يبقى ده اسمه omission على طول يعني. some facts which didn't agree not his opinion، هو حذف بعض الحقائق التي لا تتفق مع رأيه. يتفق مع agree with. ignoring facts that support a different viewpoint is bias by omission، التحيز عن طريق اسمها bias by. a lot of old people don't have access to، have access to يعني له امكانيه الوصول الى. لاحظ ان انا بجري في حروف الجر لانها مش محتاجه فهم، لازم تحفظها، الموضوع ما فيهوش مجاملات. not my view، انت عايز تقول في وجهه نظري، يبقى تقول from my point of view او in my view. اكتب دي كده معلش، انت بتقول from my point of view، لازم تحفظ. او خد بالك انت قلت from my point of view، او تقول لي in my view، او تريح نفسك وتروح قايل I see او I think وتخلص من الحوار اللي انت فيه ده. المهم الراجل قال لك، بيقول لك 21 بيقول لك ايه my view، يبقى in my view. طب اللي بعدها my point of view، يبقى from my point of view. not summary، اكيد in summary. in summary يعني to summarize، يعني ملخص الحوار يعني. طيب in brief بتساوي briefly، in short بتساوي shortly، كلهم معناهم باختصار وكلهم بيجوا في الكونكلوجن. when I saw the snake، لما انا شفت التعبان I jumped off my skin. طبعا ده مصطلح انت حافظه من القصه، jumped out of my skin، اتخضيت يعني. I became terrified. when he got his breath back، طبعا مصطلح انت حافظه، لما استعاد تنفسه يعني بدأ يتنفس بشكل طبيعي. my father is really fond of fishing. عند fond of دي في توضيح حياية صغيرة كده عايز اقول لك عليها. انت ممكن تستخدم fond of، ممكن تستخدم keen on والفعل مضاف له ing، او keen to والمصدر ing هنا او اسم عادي. ممكن نقول be interested in حاجة من الاثنين برضو، in والمصدر او in واسم او ing to المصدر. بس خد بالك الناس دي كلها لازم يجي قبلها بي. فاقول لك I am keen، I am fond of watching TV، I am keen on watching TV، keen to watch، I am interested in watching، I am interested to watch او to know. طيب لكن انتبه لفكرة، احنا بنعمل كده لان الناس دي كلها صفات معناها مهتم بي، فدي صفة. فانت قلت لي fond of والموضوع خلصان. دكتور شهاب asked his friends to go out with him for a meal not Thursday night. الجملة رقم 27 دي جامدة جدا. انا عايزك تعرف الاتي اللي انا هقوله ده، انت خدته في ابتدائي واعدادي اصلا يعني. انت بتقول in May، في شهر مايو يعني الشهور مع in. بتقول in 2007 السنوات مع in. وبنقول on Sunday الايام معها on، انت عارف الكلام ده. طب لو قال لك 22 May 2007، انت كده في حيره من امرك. يا ترى الشهر باخد ان والسنه بتاخد ان واليوم باخد اون، اعمل ايه هنا بقى؟ قال لك ان ما دام اليوم حط مناخيره في الحوار لازم تاخد اون. طب لو قال لك ماي 22 يعني بدا بمايو، هتاخد اون برضه، ما دام الموضوع في يوم هتاخد اون. طيب بص انت هنا كده قال لك يوم Thursday night، المهم ما دام في Thursday يبقى اون. The investigator asked the witness where he was the night of the murder. بص بقى هنرجع لدي بقى، احنا هنا كده هنرجع للحته دي احنا قلناها، اللي هي ايه بقى يا ستك؟ اللي هي دي the night of the murder، ليله الحدث القتل. يبقى ناخد مين هنا؟ محتاجين اون، فحضرتك برضو هتاخد لي اون the night of. طيب تعالى في رقم 29 بقول لك the company mounted a marketing campaign، يعني عملت حملة مكثفة للتسويق. which in turn الذي بدوره جت قبل كده I have seen Hajar not two separate occasions، أنا شفت هاجر في مناسبتين مختلفتين. عايزك تحفظ المصطلح ده on separate occasion، يعني في منافس on occasion يعني في مناسبة. my granny اللي هي grandma يعني doesn't like fishing flying، ما بتحبش الطيران. she is scared of it،
سكيرد اوف يعني خائف من، طبعا ما فيهاش مشكله. سادلي طبعا خد بالك من الكومه اللي بعد ظرف الجمله ده، ذا شيبس اند كيلينج اول 500 بيبل نوت بورد. خد بالك اون بورد دي بتساوي كلمه ا بورد، كان ممكن ناخدها كده. طيب هنا بقى في الجمله بعد قال لك نوت ا بورد، يبقى انت مش عايز حاجه خالص، يبقى نو بريبوزيشن. The waiter was so rude to us that we decided to complain his manager. Complain دي عايزة توضيحية صغيرة كده برضو، عايزك تعرف مع complain في مشكلة. كلمة complain ده verb بمعنى يشكو. طيب complaint ده noun بمعنى شكوى. طيب طبعا انت هتقول لي قبلها ايه لان دي اسم، اكيد الموضوع خلصان. طيب لما نقول make complaint يعني يقدم شكوى، بس دي غلط، لازم نحط هنا في حته انا سايبها لك فاضيه دي، خد بالك ميك ا كومبلينت يقدم شكوى. طيب كومبلين كومبلين يعني يشتكي زي ما قلنا. لو قلنا كومبلين تو معناها يشكو الى، طب كومبلين اباوت يعني يشكو من. طيب ارجع كده على جملتك، انت بتقول لي بقى الى المدير، يبقى يشكو الى المدير، يبقى كومبلين تو. ذا انترنتس امباكت تأثير الإنترنت على طريقة الحياة على، يبقى أون. خلاص أون. بعد كده when her novel finally came out، على فكرة كلمة novel دي معناها رواية ومعناها جديد برضو، زي ما هي عندك الفرنساوي نوفل، نوفل دي بالفرنساوي يعني جديد. أي خدمة يا عم. it sold 2 million copies. كلمة sell يعني يبيع، تيجي معلومة مجهول يعني هنا كده بمعنى مجهول، هي بيع منها 2 مليون نسخة. خد بالك هو قال لك مليون ما قالكش millions، لأن لو عايز millions يبقى of. came out means came out معناها صدرت يعني was published اللي هي دي رقم C. you can read the digital edition of our magazine here، انت ممكن تقرا النسخه الالكترونيه البي دي اف يعني. الاوبوزيت بتاع كلمه ديجيتال، بدل ما هي بي دي اف هتكون مطبوعه يبقى برنت. the coach included her in the team، الكابتن اضاف اسمها يعني ضمن اسمها، ضم اسمها للفريق. كلمه include يعني يضم، عكسها يستثني او يستبعد اللي هي exclude. طيب A1 Treasure was published in 2020. The synonym of was published، كلمة was published يعني نشر، بتساوي كلمة came out. فين came out؟ ادي رقم A. الجملة اللي بعدها they met secretly، هم تقابلوا بسرية. to discuss the plan، عشان يتناقشوا في الخطة، عكس كلمة secretly. secretly معناها سرا، عكسها بانفتاح يعني علانية openly او in public. they have removed the photos، بالمناسبة remove يعني يزيل، وريموف معناها يطرد من العمل، يفصل حد يعني. from the website، كلمة remove هنا معناها هم removed the photos يعني حذفوا الصور، فكلمة removed يعني deleted مدام حذفة. we watched the dramatic incident on the news. incident could be replaced by، هم شاهدوا الحدث الدرامي على في الأخبار، يعني معنى كده ده معناه حدث يبقى event. This year's harvest اللي هو المحصول بتاع السنة دي will compensate for يعني سوف يعوض الباد بتاع السنة اللي فاتت. السينما بتاع كلمة compensate make up for رقم B. الجملة هنا بسيطة وسهلة ما فيهاش مشكلة خالص. طيب الجملة اللي بعد كده رقم 9. Munaz أو Mays deleted، May has deleted يعني certain information from her report. كلمة certain يعني محدد أو معين. طيب معنى كده ان هو extensive مكثف، useless من غير لازمه، undefined يعني غير محدد او غير معروف. خد بالك certain محدد، طب undefined يعني غير محدد. whilst it is useful to separate the virus types of disease in particular this one is not always possible. المهم كلمه whilst، قبل ما احل الجمله دي احنا اتفقنا قبل كده ان اي كلمه، وانا مش هستخسر فيك المعلومات دي وانت كمان ما تستخسرش الدعم القناه يعني كده خليك انسان كيوت، قلت لك اي كلمه معناها ولكن او بالرغم من ان، الكلمه دي هتفيد الكونتراست اللي هو التناقض. اي كلمه معناها و او بالاضافه الى، الكلمه دي كده هتفيد الاديشن، الاديشن اللي هي الاضافه. اي كلمه معناها بسبب او لان، الكلمه دي هتفيد الكوز او الريزن لو السبب. طيب اي كلمه معناها لذلك هتفيد الريزلت اللي هي النتيجه. الموضوع ده المفروض ان حضرتك حافظه اصلا زي اسمك من زمان. طيب ما تيجي بقى هنا بقول لك الكلمه وايلس ديت بتساوي مين؟ بتساوي اولزو، ما هي معناها بالرغم من. dont be such a grumpy man، ما تبقاش انسان متذمر متأفف، عكس grumpy
الانسان المتأفف عكسه الانسان اللي طبيعته جيده اللي هو جود نيتشر. وعلى فكره قلت لك قبل كده مره في الملاحظات ان كلمه جرامبي، جرام بي دي ادجكتيف. طيب امال ايه جرام ب دي ناون؟ طب جرام بي نس دي برضو ناون. طب ماشي، ما في اتنين ناون كده يعني هنلخبطهم في بعضهم؟ لا، ما احنا مش هنعجنهم في بعض. جرامبي جرامب ده ناون بمعنى متذمر، ودي برضو معناها متذمر. امال ايه جرامبنس؟ ده التذمر ذات نفسه. خد بالك لما اقول لك وات ا نوت، يبقى انت هنا هتقول ايه؟ وات ا نوت مان، هتقول ايه برضو هنا؟ ركز معايا، الطبيعي انك انت بتقول وات ا اسم او وات ا صفه اسم، انت حافظ التركيبتين دول. فانا عايز في الاولانيه دي اسم، الاسم هو مين؟ الناون، يبقى وات ا جرامب هنا في دي. طب في الثانيه وات ا جرام بي مان، يا له من رجل متذمر. كمل بقى كده، خلصت. ادخل على اخر حاجه هنحلها في الفيديو النهارده عشان احنا كده كترنا وطولنا في الفيديو. I have private note of my own، دي كلمات يا شباب بمعاني مختلفه، يعني معاني غير المعاني اللي احنا عارفينها. كسؤال كده اسرائي دماغك الجميله يعني. طيب بقول لك انا عندي ايه خاص بيا؟ but I still need a job، لكن انا لسه محتاج وظيفه برضه. بقول لك ان كلمه مين دي معناها مصدر دخل او مورد رزق. ذات تو طبعا كلمه مينز معناها يعني. طيب ومعناها وسائل، امال وسيله يعني ايه؟ وسيله يعني امينز، لازم الايه تكون قبلها. ذا تو وينجز الجناحين بتوع الطياره بروك اوف اون، هما الاثنين اتكسروا او اتحطموا في صدام او اصطدام، يبقى المفروض نستخدم كلمه كراش. بس احنا ما لقيناش كلمه كراش في الاختيارات، فهنستخدم كلمه امباكت اللي بتساوي كراش. Doctors always note the importance of the exercise، الدكاتره دايما بيؤكدوا على، يؤكد على اللي هي اشور. طب ما هي مش موجوده في الاختيارات، ما هو مديك كلمه ستريس اللي معناها يؤكد على برضو. The writer describes life in a small village at the end of the century، ولكن الكاتب بيوصف الحياه في القريه الصغيره في مطلع القرن، في مطلع القرن اسمه at the turn of. At the turn اللي هي رقم ايه؟ خد بالك turn مش turnus. السؤال الخامس the students were so happy because the exam was not easy، الجملة دي did easy، يعني ايه did easy؟ يعني سهل جدا، فكلمة did معناها سهل، سوري معناها جدا او للغاية. The government is not to improving public services، الحكومة ايه؟ انها تحسن السيرفيسز. على فكرة determined to بس بعدها to والمصدر، يعني هنا جايب لي to improving، اوعى تستعجل. طيب the government كان ممكن برضو نشيل is ونقول the government decided to improve. طب كومبلين يشتكوا، لكن committed بقى، لو احنا قلنا the company is the government sorry is committed to improving معناها ملتزم بي، يعني متعهد بي. طيب طبعا you don't not very enthusiastic about the idea، لا تبدو متحمسا، كلمة sound معناها صوت ومعناها سليم ومعناها يبدو. طيب the teacher was angry as a student got all his math not wrong، المدرس كان زعلان لان الطالب عمل كل المسائل غلط، مسائل اسمها sums. The main note of the meeting، خد بالك meeting يعني ده اجتماع، الهدف يعني جول، ماشي ما احنا عايزين نقول هدف، ما هو هدف جول معنى هدف هتاخده فيه فترة طويلة، لكن objective هدف من حاجة بنعملها لفترة قصيرة، هنقعد مع بعض ساعة، الهدف من القعدة دي نحل مشكلة، يبقى objective. The earthquake not the lives of 30 people، بقول لك إن الزلزال أودى بحياة 30 بني آدم، أودى بحياة يعني claimed. هنقف هنا كده بس قبل ما اخد او قبل ما امشي انا عايزك كده تعرف ان انا قطعت لك الساعه دي من وقتي، ويعني حاول كده زي الشاطر تدعمني انك انت تشير الفيديو مع زمايلك، تعرف الناس ان احنا بنحل مع بعض في الكتاب ده كده يعني. لو لقيت الدنيا ماشيه كويس هنحل الكتاب كله على القناه ان شاء الله، وزي ما انت شايف انا ما بعديش ملحوظه، انت نفسك اشترك. وطبعا اكيد انت ممكن تكون بتسمع من التابلت بتاعك فمش مهكره يعني، افتح تليفون باباك اشترك في القناه وارجع تاني، اشترك من تليفون باباك ومامتك واختك واخوك، البلد كلها يعني، انا عايز كده الاقي بلدكم كلها موجوده عندي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قبل ما امشي عايز اقول لك ان الملاحظات اللي انا كتبتها دي هنزلها PDF في الوصف. سلام.